الله وحشني الدوار قوي، وانت كمان وحشني يا جنجون. وانت كمان يا حضروم والله، وخصوصا حكاويك الويل. ربنا يخليك. ده عمك بقى، ها؟ سلم على عمك يو. نهو جنجون مين؟ اهو يو اهو، اللي شبه تريبل اتش. ايه ده والله؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبي. هو ايه؟ لوب؟ هتفضلوا تتناسلوا وتكتروا؟ السلالة دي مش ناوي تنتهي خالص؟ بقول لك يا حبيبي، دول عمامك، لو احتجت اي حاجة وانا مش موجود الاتنين دول زي بالظبط، اعتبرهم انا. طب حزنقوم معلش، يعني هو انت من امتى كان عندك ولد وامتى ظهر؟ انت عبيط يا جنجون، مش هتجيب الولد الصغير، هتجيب له تراما يا جدع، هتجيب له عقدة قديم. بقول لك ايه، روح العب انت مع ولود عمك باللعبه اللي جبتها لك. عرس نسيتها في العربايه. نسيتها في العربايه؟ طب بقول لك ايه، قول لعم امين يجيبها لك ويجيب لي الشنطه الكروكوديله اللي هي من جوه الشمويه بتاعتي. يلا، وحاسب من ابن عمك الضخم لا يعضك. عسل. انت عبيط يا جوني، ما تخلي عندك سمسه غرع. سوري سوري، بس يعني الموضوع غريب برضو، ده ابنك بجد؟ ابني يا عم، ابني من شحمي وفحمي. ولدك كيف يعني؟ يعني معقولة حداك عيل وداس عنيني؟ لا خالص والله العظيم، انا اتفاجئت ازيك بالظبط. اتفاجئت ازاي يا ابني؟ هو دم اللي طلع لك؟ ده في بروسس حصلت عشان الواد ده يجي اكيد. ما بصراحة القصة طويلة قوي، وانا اساسا كنت جاي احكيها لكم. في يوم كانت الشبورة جامدة قوي، اسامة صوفيا، كنت نازل اجيب قول الاسم. طيب انا حدايا مشوار، اي كلام، وعندي شويه شغل مالوش اي 30 لازمه اروح. نورت يا حزين الجوم، اسيبكم تتكلموا مع بعض. اقعد اقعد، انت تستعبط يلا، هسيبوني البس انا لوحدي؟ يلا عيش عيشه فل، الموت احنا الكل. ايوه الوكل الغدا، اروح اشوف البت مروحه عملت الوكل ولا لسه. نص ساعه والوكل يبقى جاهز يا كبير. غبيه، احسن عشان تبقى تهرب. الحمد لله على السلامة يا سحزلقوم. الله يسلمك. عسل، اوعى يكون اكلك ماسخ، اصل انا بصراحة جاي هبيان، وحشني اكل البلد قوي. انا اصل كنت في ايطاليا وزهقت بقى من البتايز والبنة. لا ده انا واكل بيحكوا ويضحكوا عليه. ولا ايه يا كبير؟ ايه ما تقول له حاج حاج.